الإخوة المسابقيون عبد المعطي فرانسيس رافائيل هم ثلاثة إخوة قديسين موارنة دمشقيين، رجال أتقياء عاشوا في مجتمعهم شهود للمسيح، ملتزمين بإيمان الكنيسة، ضميرهم مستقيم، عرفوا كيف يعملون بصدق وأمانة. اثنان منهم تزوجا وأسسا عائلتان مسيحيتان. عندما اشتعلت الثورات في نواحي الشام وجبل لبنان سنة 1860، كانت شهرة الإخوة الثلاثة زائعة في مدينة دمشق. ليلة 10 تموز 1860 اشتدت وطأة أعمال العنف التي بدأت تأخذ منحى طائفياً. شعر الإخوة الثلاثة ومعهم جميع المسيحيين في دمشق بالخطر، فذهبوا إلى كنيسة دير الفرنسيسكان الواقعة في حي بابتومة في دمشق واختبأوا فيها. آنذاك دخل بعض مسببي أعمال الشغب إلى الكنيسة وطلبوا فرانسيس مسابقي الأكبر بين الأخوة، لأنه كان زائع الصيت باستقامته وقدرته على لم شمل الجماعة المؤمنة وهدوئه، ووعدوه بالسلامة والمناصب له ولإخوته إن أنكر المسيح. أعلن فرانسيس بثقة أنه لا يخاف ممن يقتل الجسد، وقال بوضوح آنذاك: أنا مسيحي وعلى دين المسيح أموت. لم يشفق المهددون على شيخوخته وضربوه بالفؤوس والسيوف في قلب الكنيسة وأمام كل الشعب حتى أسلم الروح. كذلك فعلوا بأخويه رافائيل وعبد المعطي، وقتلوا معهم في الليلة ذاتها 9 رهبان من الفرنسيسكان وكاهن من الكنيسة الأرثوذكسية. ما تميز به هؤلاء الأخوة هو أنهم قد حاربوا الفساد السائد بالتزامهم بالصلاة مع الجماعة المؤمنة، ورفضوا ذلك الفساد حتى الموت. أيها الأخوة فرانسيس ورافائيل وعبد المعطي مسابقي، كم نحن اليوم بحاجة إلى أمثالكم. بعد موافقة البابا فرانسيس ومجمع القديسين على تقديس الشهداء المسبكيين الثلاثة فرانسيس وعبد المعطي ورافائيل، ها هي الكنيسة تتحضر في 20 تشرين الأول 2024 موعد تقديسهم في روما. فالبركة والفرحة والافتخار تغمر لبنان وسوريا وقلوب المسيحيين وتعم الكنائس المارونية في لبنان والعالم. هم أبناء الغنى والكرم ووفرة الأعمال ونبل الأخلاق وحسن المعاملة واللطف والتواضع والعطف. هم من كبار تجار القماش والحرير في الشام، ومن كبار عمال الخير وإطعام الجياع والعطف على الفقراء والمرضى والمساكين. وقد ذكر السنكسار الماروني ذكرى استشهادهم في يوم 10 تموز: لقد جادوا بحياتهم لأجل إيمانهم بالمسيح في دمشق سنة 1860. أسلم الشهداء المسابقين أرواحهم الطاهرة في اليوم 10 من تموز، وقد أعلن آنذاك البابا بيوس 11 تطويبهم في اليوم 10 من شهر تشرين الأول 1926 بسعي الطيب بالذكر المطران بشارة الشمالي رئيس أساقفة دمشق المارونية. ويأتي إعلان تقديس الأخوة المسبكيين جواب السماء لنا في هذه الأيام الصعبة، وإشارة لنا أيضا من السماء أن الله يرعى شعبه ويحافظ على كنيسته. الشهداء المسبكيون على مذبح الله قدسون، بركة ونعمة وقداسة للكنيسة يكونون.